بسم الله الحمد لله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا سميع يا عليم. فوسوس إليه الشيطان، ريت الوسوسة عمل شيطاني، على من خلال الوسوسة مش يوقع أغلب الإنس والجن في خطايا لا تغفر، وهي أول خطيئة لا تغفر هي الشرك. والناس اليوم اتفقوا على الشرك، كل واحد عنده أرباب، هذا ميدان الجنس، هذا ميدان السلطان، هذا في ميدان المال، وانت ماشي. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هو ضرب على وتري، احنا نحب الخلود، طبيعتنا البشرية نعرف روحنا لا خلود لنا، ولكن ما دمنا منا حيين في الدنيا دي نحلم بالخلود. يوما ما واحد منا ينجح وينتقل إلى عالم الخلود. والملك لا يبلى، شكون عنده سلطان من الملوك وأمراء ورؤساء ووزراء الموزرين اللي ما مش ما ماشي اللي باله اللي مش يدوم ملكه؟ نعاود. فوسوس إليه الشيطان، هذا بعد ما قال ربي إكرام أبينا آدم وأمنا حواء عليهما السلام، قال لي الجنة كلها لهم، قال لي وسعت منا كل ما تتصور البشرية، وأكثر ما تصور البشرية من خيرات، من دوام وجودنا في جنة النعيم المقيم. والسلام عليكم آل محمد عليه الصلاة والسلام.